السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام في تونس وخارجها. كلام نادي عكاشة يحجب الرؤية عن التونسيين ويغيب كل القضايا في الإذاعة وفي التلفزيون. كلام نادي عكاشة يقدم ولا يوخر؟ كلام نادي عكاشة لا يقدم ولا يوخر. ما الجديد في كلام نادي عكاشة؟ ما هي الحقائق الجديدة التي أتت بها نادي عكاشة؟ وشنو الشيء اللي غير معلوم عند التونسيين والتونسيات في كلام نادي عكاشة؟ كلام نادي عكاشة في هذا التوقيت بالذات مش من حق قيس السعيد أن يكون أفرح الناس بهذا الكلام. هل تتصورون أن تسريبات وتدوينات نادي عكاشة يمكن أن تسقط الانقلاب؟ أم أنها الوقود الذي سيطيل عمر الانقلاب؟ كلام نادي عكاشة نتناوله في حلقة جديدة. مرحبا أهلا بكم إلى موجة أخرى.